السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مطبخ بيت العيلة. يا ريت تعملوا اشتراك في القناة لو مش مشتركين علشان يوصل لكم كل جديد، ولايك للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة القطايف في البيت. طبعا احنا عارفين رمضان على الأبواب، وطبعا كلنا بنحب نعمل القطايف والكنافة. النهاردة قلت أعمل لكم القطايف في البيت. أول حاجة طبعا معانا المقادير بتاعتها، هنشتغل على 2 كوباية دقيق، وكوباية من القهوة بتاع القهوة الصغيرة لبن، او لو عندك 2 معلقة لبن بودرة بيعوض اللبن السائل، ومعلقة نشا كبيرة، ومعلقة سكر، وذرة ملح، وبكو خميرة او معلقة كبيرة من الخميرة، وكوبايتين مية دافية. طبعا اللبن ما ننساش يبقى فاتر مش ساقع. هنبتدي احنا نشتغل مع بعض. اول حاجة هنجيب طبعا حاجة هنحط فيها الخميرة بتاعتنا. طبعا هو الكيس ده بيعادل 2 معلقة كبيرة من الخميرة. وهنجيب مية فاترة، هنحط 2 كوباية. وهنقلبهم كويس. هنركنها على جنب زي ما هي، وهنبتدي ان احنا نعمل الخطوة اللي بعد كده. هنجيب 2 كوباية دقيق، طبعا هنخلهم. طبعا لو انت عايزة تزودي المقدار تزودي المعايير معاكي في كل حاجة. كده خلاص نخلنا الدقيق، هنحط معاه النشا والسكر والملح. ونقلبهم كويس. احنا شايفين كله قالب مع بعضه. طبعا اهم حاجة ان انت تجهزي الخميرة في المية قبل ما تعملي الدقيق عشان يستنى شوية. بعد كده هتجيبي خميرة، هتحطي معاها اللبن، هتديهم تقليبة. بعدين هنحطهم على الدقيق ونقلبه مع بعضه. طبعا هتقلبيه كويس لحد ما الدقيق يبتدي يدوب معاكي مع الخميرة والمية واللبن. طبعا بمضرب سلك هتضربي. طبعا كده خلاص بقى العجينة متجانسة كلها مع الخميرة والمية زي ما احنا شايفين. طبعا انا ولعت على الطاسة على البوتاجاز لحد ما تسخن معانا عشان نعمل مع بعض الخطوة. كده طبعا الطاسة سيبناها لما سخنت خالص، وهنحط المقدار بتاعنا او حجم اللي احنا عايزينها. شفنا ان هي بتفرد مع بعض. طبعا انا وطيت عليها البوتاجاز شوية علشان تاخد راحتها في السوا.
الخباز بعد ما طلع زي ما احنا شايفين مع بعضينا اهي استوت. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل فيديو.